اسمي سلمى مقدميني، نخدم مع جمعية إلاف في إطار برنامج معا. جمعية إلاف تخدم على ثلاثة مجالات: تنموي، ثقافي، واجتماعي، اللي هما ثلاثة مجالات اللي فما فيهم معناها بيزوان بالنسبة للسكان بتاع تطاوي الكل، معناها نحكي مرأة، شباب، وإلا الأطفال. معناها المشاكل والتحديات اللي تواجهها جمعية إلاف هي ما تختلفش على المشاكل والتحديات اللي معناها بتاع أي جمعية في منطقة داخلية. فما حكاية الديورابيليتي دي بروجي، لأنه ما فماش التواصل، ما فماش مثلا جمعية إلاف عندها برامج ديما، لكن البرامج هذوما تلقاهم عندهم فترة محددة بعد تكمل لي ريسورس، معناها أسافوار كيفاش باش تلقى برنامج آخر، دي ريسورس أخرين باش تكمل اللي بداتها من الأول. فما حكيت مثلا لاكسيس على انفورماسيون، معناها توا حاليا فما بالحق معناها تعاون كبير من قبل الإدارات والمؤسسات اتسيتيرا باش يعطوك يعطوك الانفورماسيون، ولكن فما دي ستاتيستيك معينين ماهمش معناها موجودين، ما تلقاهمش موجودين، دونك لازم الجمعية في حد ذاتها هي اللي تعمل إفور من عندها باش تحضرهم لي ستاتيستيك هذوما اللي يعاونوها في باش تعمل مشاريع ولا برامج مختلفة. فما مشكلة، معناها مشكلة أخرى بالنسبة للمجتمع المدني في تطاوين، معناها فما شوية كان نقص متاع الإمكانيات الفنية. مثلا بطبيعة نحن معناها الناس متتطوع وتجي باش تخدم في المجتمع المدني، ولكن كي تجي مثلا عندك برنامج معين تستحق دي كاباسيتي معينين في الأشخاص أنها تكون موجودة. هذايا ممكن عندنا فيه نقص، مش كيما مثلا في العاصمه ولا في بلايص اخرين عندهم هكا ديما معناها عندهم البوسيبيليتي انهم يعملوا دي فورماسيون، ينموا الخبرات نتاعهم، ينموا لي كاباسيتي نتاعهم. لهنا في تطاوين شويه الحكايه ريدويت. في ليرنينغ لاب كانت فيه ما كانت فرصه انه اول حاجه انه يكونوا موجودين برشا من المجتمع المدني معناها في تطاوين، نحكوا على التشالنج نتاعنا، خاطر بعد ما حكينا احنا وقتها شاركنا لقينا نفس الحكايات، نفس لي سوسي برسك ناس كل، وزاد كيف معناها فرصه انه باش نشوفوا في حلول، خاطر فانت كونت معناها المشاكل هذوكم سيفي دو لي فير لي دياغنوستيك، الحلول موجوده. ميساج بالنسبه لي يعني نوصله للشباب في تطاوين ولا للشباب في اي بلاصه، راهو المجتمع المدني بصراحه حل، راهو اوبورتونيتي، معناها بالحق بالنسبه للمجتمع المدني راه تو قاعد يقدم في حلول برشا وفرص للشباب انه ينمي قدراته، انه يعمل اكسبيريونس، حتى انه يكون عنده معناها مورد رزق. دونك بالحق تو المجتمع المدني راهو فرصه، وراهو سيرتو للناس اللي مازالت معناها كي تخرجت ولا مازالت كي انقطعت من على الدراسه ولا اي حاجه، راهو يحتضنك المجتمع المدني خير من تحتضنك بلاصه اخرى.